واليوم مع الخوت غادي نوريكم شحال وصلني ديال الفلوس. السلام عليكم يا زوج، جيسبر كو فوزالي بي شوفو على شنو دار بالكم. سلامات الكتمة هنا ومدخلة لك بوط ف معرفش كيفاش كنبان ياك يا حسن. مزيان كيقول لي حسن ديما كيقول لي مزيان. المهم الخوت اش غادي نقول لكم عن الجلسة بعدا. الصراحة الخوت اليوم فقت في الصباح واكتشفت واحد الحاجة عندي في الواتساب. واحد السيدة مسكينة بقوة الحب ديالها لينا وملي شافتنا يعني في داك الفيديوهات اللي انا وليت كندير في القناة ديالي ضاحك ونشاط انا وراجلي ومرتاحة وفرحانة وكندير الشهيوات وضاحك ونشاط وقناة الحمد لله فيها واحد النشاط وفيها واحد الرواج والناس مسكن تتواصلوا معايا وتعيطوا لي يا اختي دنيا. الصراحة احنا متتبعين ديالك كنحماقوا عليك كنموتوا عليك. واحد السيده مسكينه عيطت ليا وكتشكر فيا كتقول لي كتشكرني كتقول لي الفيديو ديالك زوينين وانا كنحماق عليك وكنتصط عليك وكنموت عليك. هي ما كتسكنش هنا كتسكن في ايطاليا واحلى تحيه للناس ديال ايطاليا اللي مسكن كي متبعيني وكيتواصل معايا. وقالت لي الصراحه يعني انا شفتك كطيبي وهادي وبغيت نعاونك واخا غير بشي حاجه. يعني انا كنت انا في المغرب غادي نجيب لك التقضيه باش تولي ديري الشيوات والحيعه والنشاط والضحك وليله لي، ولكن دابا انا ما كايناش في المغرب كاينه في ايطاليا وكنعاونك وبواحد واحد المبلغ بسيط لي كنتمنى انك تقبليه مني. والصراحه انا اي حاجه كتجيني من عند شي واحد كنفرح. انتما كتشوفوني فرحانه فرحانه حتى ما عرفش انا يعني شحال. والصراحه غادي نفرح بزاف على شحال ما كانت غادي نفرح حيت هذا كيتسمى واحد الحاجه انا درتها وفرحت بزاف ديال الناس مسكنوا بغاو يفرحوني باي طريقه. كما كنتو شفتوا الفيديو ديال الناس مسكن كيالي اي حاجه كيتعاونوا معايا بها. المهم الخوت دابا شكرا لك بزاف اختي والله يحفظك. الله يحفظك شكرا بزاف. ما بغاتنيش حتى هي ما بغاتنيش نقول الاسم ديالها ولكن انا يعني الصراحه بغيت نقول سميتها ولكن ما بغاتش. يعني قالت لي ما تقوليش هي وساكنه في ايطاليا. اوكي واش غادي نقول لكم دابا احساس غادي يمشي باش غادي يجبد الفلوس حيت صيفطاتها في السميه ديالو. كما كتعرفوا انا ما كان ماشي ما كنبغيش نخرج بزاف انا عادي حتى غنبغي نخرج انا غايقول لك احساس غادي يمشي مع تمو حنا غادي نمجوج نمجوج ما جات. المهم الخوت دابا احساس غادي يمشي يجيب هذا الصراحه كينفعني في هاد المواقف اي حاجه كيتسخر هو. كما كتشوفوا انا غادي نوريها لكم الخوت باش ما تقولوش كنكذب عليكم. صراحة ما نضرك السمية حتى ما بغاتنيش نبين لها السمية. اجا احساس نقلب التليفون ونضرك السمية. خليكم معايا نقلب لكم كاميرا صافا من هنا صافا. خليكم معايا الخوت نقلب لكم الكاميرا. ها انتم الخوت كما كتشوفوا مسكينة كانت تواصلت معايا ابيل هضرت انا وياها ابيل انا نوريكم لابيل ولكن شافوا الميساجات اللي داروا بيني وبينها. ها هي مسكينة المهم الخوت ها هي كما كتشوفوا لكم ميساجات اللي داروا بيناتنا وها هي الورقه اللي صيفطات لينا الفلوس هي هادي الخوت. دابا هو احساس هو نقلب لكم الكاميرا. ها هو الخوت دابا احساس غادي يمشي يجيبها وغادي تكتشفوا كاملين شحال. ويلا الخوت خليكم معايا احساس يلا نوضوا الزكاه يلا خليكم معايا. هلا سير يا احسن جيب لنا خويا ديك البركه مسكينه ديال المهم الله يحفظك يلا سير. انا بسمك كي داير اخويا بخير لاباس الله يحفظك الله يحفظك. شي حسيت فيك كتقلب ولا نبدا الفيديو. يلا يلا يا احسن زيد يلا بحران شو كامل سك كامل سك اخويا شد لي الكاميرا نشد لك كاميرا نشدو فيه. ها هي الامان ها هي ها هي الخوت انا غنحطها حنا ها الخوت عارفين شحال هي ولكن بغيتكم تشوفوا. بسم الله راه تحبكم 10000 10000 ها
الف. الله يخليك. دابا المهم بدا نتقداو بها ياك. ضروري مسكينه باش نتقداو باش نبداو حاجه جديده. شفتها الحال داكشي اللي كندير، بغات مسكينه تفرحني. الله يحفظك اختي شكرا بزاف. كتقول اخوت كنكذبوا عليكم، هاتي نحيدو غير السميه حتى ما بغيناهاش. والله هو احساس. انتم اخوت. هيا. المهم الخوت صار كيشوفها احساس ديال شي واحد الحبيب ديالي نتقداو ضروري حبيب. خلا ما بقى حتى حاجه تفرحنا مسكينه، بغات تفرحني. الله يجازيها بالخير وشكرا لك بزاف. يا حرف اس، نقول غير حرف اس. ما بغاتنيش تعرف سميتها حرف اس. شكرا لهم بزاف، الله يجازيها بخير. الزوج ديالها حرف دي. ميرسي بوكو. حرف الدي، رجع حرف الدي وهي حرف اس. ميرسي بوكو ليكم، الله يخليكم بعضياتكم. الله يحفظكم. وشكرا لكم بزاف، وكنقول لك اختي شكرا بزاف على هذا الكادو هذا. الله يفرحك. دابا تبدا دابا شي حاجه جديده وثاني تقداي. ها هو رزيق زعما. ربي 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 كتب علينا يا ربي. الله سبحانه وتعالى وفضلنا لي الخوت فيها الكلول عكا قصه دايزه. شتي دغيا مشتي؟ اخويا رزق كيتبان ضروري. يلا ها الخوت كما كتشوفوا دابا، يلا الصباح قديت حالتي. ربما يجيني شي واحد على الفلا ولا شي واحده متابعه تجي عندي. مرحبا باي واحد باغي يجي، مرحبا به. دق عليا ولا الخوت دابا الناس كيدقوا عليا من السرج، معرفيني في زكا. عافاك اختي دي، ممكن ناخذ معك شي صوره وكنوض كنخرج كنتصور. مرحبا بهم، مرحبا. ديال الضحك انا واحساس كيدقوا علينا في السرج. معافاك اختي دابا نتصوروا معاك، البنات كيحماقوا علينا مساكن هنايا. مرحبا بهم، خصني نكون ديما واجده. مرحبا بهم والله الا مرحبا بهم كاع لي فان ديالنا. والله الخوت كنتمنى تموت عليهم. المهم وتنبغى نشكرهم بزاف بزاف والله. فرحه لي انا فرحت حتى انتم تكونوا فرحتوا معايا الخوت. كنحماق لكم بزاف ويلا تعرفتكم وكنموت عليكم. ايوا يا الخوت الصراحه ما سخيتش انني نمشي، حيت بغيت عاوتاني نشارك معكم واحد الحاجه ونقولها لكم. احساس مسكين اليوم فرحان ياك احساس. ضروري شهيتي الحبيب ديالي مزيان مزيان. من قبل كيقول لي دابا هي جاتنا الفلوس وعطاني نمشي نجيب الصوصيط. ايوا صافي الخوت دابا غادي نعطي مسكين الاحساس يمشي يجيب لنا الصوصيط باش نطيب شي عشيه هاد النهار تكون زويونه ونفرحو مسكين. حيت الصراحه حنا فرحاتنا هاد السيده مسكينه الله يجازيها بالخير. وراكم عارفين واخا الانسان يعطيك درهم كتجيك فرحه كبيره، حيت فكر فيك وحس بيك وبغى زعما يعاونك ويوقف معاك. والصراحه وشكرا لاي واحد كيتعاون معنا وكيوقف معنا، كنبغي نشكره بزاف 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 بزاف. واحساس شنو دار؟ صافي شي جو مسكين. انا وليكم كيفاش فرحان، شوفوا كيفاش فرحان. شوفوا ضروري حياتي شنو دار؟ تيجي الصوصيط واخا لا وقيلا بلاش ضروري نجيبوها. وعدوها الخوت تقولي له نجيب داك العجب ولا ما بغيت زعما ندير له غير شي براك عرفتي غير نولي تقلى. يلاه حياتي الوقت تجيب الصوصيط صافي. ايوا الخوت يلاه نخليكم دابا تلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، ونتمنى عاوتاني تكون شي مفاجاه اخرى عاوتاني ونوريها لكم. يلاه كنموت عليكم. اي لاف يو.